سلام سلام الغزالات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو، مرحبا بكم من جديد في قناتكم قناة حسناء امين، ومرحبا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله نوجد معكم الباكور، فاكهة موسمية كتجي رائعة وكتجي لذيذة بزاف، والقليل منكم كيعرف يعني الطريقة ديال هاد الباكور مشرمل. هاد الباكور البنات اولا التين الاول باللغة العربية، التين الاول يعني الكرموس او الباكور، النواة الاولى اللي كتوجد في الشجرة ديال الكرموس، هذه هي النواة الاولى اللي كتوجد في الشجرة ديال الكرموس، عاد باش كيجي الكرموس اللي كناكلو اللي كتعرفوه كاملين، وحنا يا الشلوح كنقولوا ليه إقران. وكيف ما كتشاهدوا معايا في لا فيديو، بعد ما نقينا هاد الكرموس قطعناه على اربعه ولا على جوج، بعد ما قطعناه كنغسلوه مزيان مزيان، لان كيكون فيه داك الحليب ضروري خصو يتغسل مزيان. من بعد ما غسلناه كيف ما كتشوفوا غادي نديروه في الكوكوط اولا في البرمة، الا بغيتو تفوروا يعني لكم الاختيار، فوروا بغيتو تسلقوه يعني الا كنتو زربانين ديروه في الكوكوط. هنايا البنات درناه في البرمة، نقول لكم الطريقه وحده اخرى اللي كنديروها في الكوكوط. كيف ما شفتوا معايا من بعد ما درناه هنايا في البرمة زدنا عليه شويه ديال الملح وشويه ديال الحامض اللي قطعناه بهذه الطريقه، هذه كيعطي مذاق زوين بزاف بزاف. صافي البنات غادي نخليو هنايا هذا الباكور ديالنا يطيب مزيان مزيان، وغادي ندوز معكم الطريقه الثانيه، يعني بحال بحال غير هو الاختصار الوقت وصافي. انا هاد الطريقه هذه هي الطريقه التقليديه يعني القديمه اللي كيديروا الامهات ديالنا واللي كدير يعني ماما وجدات ديالنا، هذه هي الطريقه. الطريقه الثانيه البنات باش تختصروا عليكم الوقت، كتقطعوه في لاشوار، الا عندكم هاد لاشوار هذه كتقطعوه بهاد الطريقه هذه صافي. من بعد ما غادي تقطعوه غادي ديروه في الكوكوط عادي، وغادي ديروا عليه كذلك الملحه والحامض كيف ما درناه في البرمه، غادي ديروه حتى في هاد الكوكوط هادي صافي البنات. وغادي تزيدوا عليه مثلا غير كاس ولا جوج كيسان ديال الماء ونقصوا عليه، ما تكثرولوش الماء راه دغيا كيطيب. هذا هو اللي بغيت نوصل لكم الغزالات. صافي البنات من بعد هنايا ما غادي نضيفوه هنايا في الكوكوط، غادي نزيدوا عليه شويه ديال الماء باش يطيب. بالنسبه لهذا الباكور هذا على حد علمي انه زوين بزاف يعني لسرطان المعده، يعني بعد ما قلبت عليه وقلبت على الفوائد ديالو انه كيصلح اولا زوين بزاف لسرطان المعده، خصوصا داك الحليب ديالو. داك الحليب البنات كانوا زمان كانت قالت لي ماما كيديروه باش يختروا به يعني باش يديروا به الجبن، كيستعملوا داك الحليب ديالو كيختر الجبن، يعني كيجي زوين بزاف، يعني ما كانوش كيديروا داك الفانيدا ولا باش يصاوبوا الجبن، كيديروا هذا الحليب هذا ديال هذا الباك. ما شفتوا معايا من بعد ما سدينا الكوكوط غادي نخليوه يطيب، من بعد ما طاب غادي تخليوه يبرد وغادي تعصروه من داك الماء، عاد غادي توجدوا ديك الشرموله. الشرموله البنات كديروا شويه ديال المعدنوز والقزبر يعني الربيع، كديروه حتى يطيب واحد شويه مع شويه ديال الماء، شويه ديال الملحه السودانيه الا كنتو كتبغيو الحار، وشويه ديال الكمون فقط، هذه هي العطريه اللي غادي ديروا، ما تزيدوا حتى شي حاجه، ما تزيدوا لا تحميره لا خرقوم لا حتى شي حاجه، وضروري من الثومه والحامض مصير هو اللي كيعطيه مذاق زوين بزاف. بعد ما شحات الشرموله غادي نزيد عليها داك الباكور. وصفة في حد ذاتها سهلة ولكن فوائد ديالها عديدة، وكذلك المذاق خيالي زوين بزاف. نتمنى نكون خفيفة طريفة على قلوبكم، نتمنى تعجبكم الوصفة ديال هاد النهار، وما تبخلوش عليا من اللايك ديالكم، وخليوا لي ارائكم في التعليق وقولوا لي واش ديجا كليتوا هاد الباكور او لا عرفتوا الطريقة ديال هاد الباكور او لا، واش عندكم حتى نتوما في البلاد ديالكم. بالنسبه للبنات للشرموله راني نسيت ما قلت لكمش الزيت، حاولوا ديروا الزيت، الزيتون من الاحسن كتجي كتجي فيها زوينه، يعني الا ما كانتش عندكم ديك الساعه ديروا الزيت العاديه. وحتى لهنايا وصلنا لنهايه الفيديو، غادي نقول لكم خليتكم في رعايه الله وحفظه، ونتلاقاو في فيديو جاي. السلام عليكم.